عمر سمرة على قمة فينس الماسف أعلى جبل على قارة أنتاركتيكا 4900 متر فوق سطح البحر. يوم طويل جدا، برد ناقص 40، هواء قوي جدا، إنما في النهاية قدرنا إننا نوصل هنا وأرفع علم مصر ومثل مصر. الحمد لله كله تم بخير. دلوقتي هنرجع تاني المعسكر قبل ما الجو يقلب علينا بزيادة. سعيد جدا، مصر أم الدنيا.